غادي نمشيو ان شاء الله لواحد الجبل في فوناين في القبيله ديال القبيله اقليم تارودانت القبيله اونين القياده تا قلت واحد الجبل محتاجين مساكن هذوك الناس بزاف بزاف ماشي غير شويه ها هو مشينا عندهم في رمضان وشفنا هذيك الحاله ديالهم نصوان صوان ضرم ما عندهم ما يلبسوا ولقينا واحد المسجد عندهم حتى هو مسكين مريب مسالي ان شاء الله كان بنيو فيه دابا وباغيين قادو نصوبو كنطلبوا الله سبحانه الا يقوينا ويعاوننا كان لنا السنه الفارطه واحد النشاط اللي اثمر بمسجد بناء مسجد في منطقه نائيه أه الحمد لله والشكر لله، كيف كتشوفوا احنا هازين العالم الوطني، العالم الوطني كنديروا به الخير ماشي كان ماشي كنحرقوه أه ودائما كنقولوا الله الوطن الملك، ونحن كفاعلات جمعويات اليوم احنا مجموعين باش نقولوا دوك الناس انتم ما ماشي بوحدكم احنا معاكم أه في السراء والضراء، وبمناسبة المسيرة الخضراء انا كنادي الفاعلين الجمعويين كلهم اللي في الوطن المغربي، ديروا مسيرة المناطق النائية، ساعدوا الناس آه اللي محتاجين آه احنا مغاربه معروف علينا الكرم، آه شكرا جزيلا السيده والناس اللي ساعدوا في بناء المسجد في هذه المنطقه لكي يرفع الاذان في هذه المنطقه، شكرا جزيلا للجاليه اللي بايطاليا اللي كيساعدونا كي ماديا ومعنويا وكيدعمونا، آه شكرا للفاعلات الجمعويات اللي معنا هنا، معنا هذه السيده اللي هي عطينا هذا آه البيت ديالها فاتحه لينا كنجمعوا فيه الملابس الاغطيه، آه شكرا جزيلا لكل الجمعويين اللي كيسعوا للمصلحه العامه اللي كيسعوا للخير لهذا البلاد والعباد وشكرا لشوف تي في اللي اليوم واكبتنا وواكبت هذا النشاط اللي غنقولوا الان وفي هذه الساعه بسم الله توكلنا على الله اللهم يسر الامور اللهم ساعدنا لفعل الخير شكرا جزيلا لكم كاملين كنشكر هذه الفاعلات الجمعويات كنشكر رئيسه الاتحاد وكنشكر الاخت الاخت الحاجه اللي تاي مساهمه في التظاهره اللي غادا المنطقه النائيه وحبذا حبذا لو كل جمعيات لو كل جمعيات يديروا هذه النشاطات للمنطقه النائيه كنساعدوا بملابس اغطيه ملابس تموين اي مواد غذائيه اي حاجه بسيطه اي حاجه بسيطه كنظن بانها كثيره عند ذوك الناس من لا حبذا لو كان كل كتدخل الفرح القلوب قلوب الاطفال قلوب الشيوخ قلوب قلوب الرضع يعني وكنشكر شكر في على هذه سلام معنا في <applause> هذا النشاط السلام عليكم بصفتي ساره تيبر اصغر فاعله جمعويه كان كنشجع جميع الشباب والشابات باش انهم يحيوا في هذه هاد المسيره هذه اللي انا ماشي اول مره غادي نبدا فيها ولكن من شحال هذه وانا في هذه هاد, هاد الاعمال وبصفه الام ديالي كونها انها رئيسه جمعيه وفاعله جمعويه غاده معها نفس في نفس المسار او في نفس الطريق والحمد لله الصراحة أنا كيعجبني هذا العمل الجمعوي اللي فيه كل العطاء والخير ومن هذا المنبر كندعي جميع جميع الشابات والشباب أنهم يمشوا في نفس الطريق حيت راه طريق زوين وغادي يحسوا بواحد الراحة وغادي تولي فيهم واحد الحاجة سميتها حب الإنسانية فاش أنهم كيشوفوا أنهم شي ناس أخرين كيعاونوهم فراه كتحيي فيهم واحد الحاجة سميتها الإنسانية لداخل ديالهم